بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أب شهيد إبراهيم محمد علي الأمين. إبراهيم محمد علي الأمين تحصل على الشهادة الثانوية وبعتها التحق بالجيش أول دفعة في الكرامة والتحق بمحاور بنغازي واستمر في الجيش لعندني يطلبوا جيت الحقول النفطية فافزع يعني الحقول النفطية وقال لهم جو الكلاب حشاكم وحشل من المستمعين أهم جو الكلاب هذا يومنا هذا وقتنا وعدى واستشهد في الحقول النفطية. بالنسبة للشهداء يعني الله يرحمهم ويسامحهم ونبي نحيي عن طريق كاميراتكم القوات المسلحة العربية الليبية والمشير خليفة بالقاسم حفتر وعن الناس اللي تساند فيه سواء من عسكريين أو من ضباط. أم الشهيد إبراهيم محمد علي الأمين كان ابني الله يرحمه ويسامحه يعني كان أخ لي أنا مفتخرة به ونجد بالله أن ميتة جيت ميتة أنا مفتخرة به يعني وجعتني أكثر حاجة أنه وجعتني وقهرتني أنه هو بدلني بليبيا. لما صبيت عليه قلت لإبراهيم تعدي وتسيبنا قول لي يمي ليبيا أنا مش ندفع لرزق الشعب هذه آخر كلمة قالها لي ولا عمره رفقني ولا عمره مشى معايا كنا ماشيين رحلة ماشيين زردينا أول مرة في حياته يمشي معايا ويقعد معايا 3 أيام يعني هذه الفرصة الوحيدة اللي أنا ذقت طعمت إبراهيم ما قعدش معايا بكل يجي هنا بس 3 أيام 4 أيام يقعد معايا يعدي للجبل يقعد بشهر بشهرين يعني ما ذقتش طعمته بكل 3 أيام هذين حصلت فيه فرصة ولا عمره في حياته مشى معايا قبل ديما باته هو اللي يشيل فينا ويجيب فينا قال لي لا نعدي معك أنا اجتماع غادي بي بخلاته وهدرز معانا وقاعد يهدر اي لقطه نديها يقول لي لا عادي يومي زيطي يومي يعني ابراهيم انا نقلني انا فقدت ابراهيم وبرضه في نفس الوقت مفتخره به. اخر لقاء كان بيني وبينه في جردينه اخر لقاء اخر مكالمه كلمته ديما 5:30 بالضبط حسيت بحاجه حسيت روحي بضياقة سكي كلمته نبي نكلمه بنقول له ابراهيم تعال بعدين حاجة ردتني هكي كلمتها قال لي شوف يعني بصوت واطي هاي أمي قلت له إبراهيم أنا سمعت إنه في ضرب غادي هوني قال لي لا ما في شيء قاعد هو قاعد في وسط الضرب قال لي قاعد في البريق أنا قلت له إبراهيم قول لي طمني في حاجة يقول لي أمي ما عادش تكلمي راكي ذهبتي شيرتي هذه آخر مكالمة كانت بيني وبينها بعدين حسيت روحي ضيقت رديت عليه أخرى ما باش يرد عليا بعدها أعطيتها فرصة كي رديت عليه قلت تليفونه خارج تغطية انا قبل ديما نفتح على النت ونشوف يعني منزلين هو الخبر بتاعه منزلين ديما الساعه 9 كي هي في اليوم هذاك حاجه هيك ما عرفتش رقدت حاجه هيك ضيقت وني رقدت الخبر ديما جاني الساعه 2 وهو متوفي من 6:30 متوفي 6:30 اخر حاجه حطيت يدي على راسه واستودعته خلاص الله يرحمه ويسامحه. أنا كنت أتمنى إني نقعد أم شهيد كنت أيام بداية الأحداث كنت أتمنى إني أنا هم اثنين إني أنا نقولهم عدوا دفعوا على الوطن أتمنى إني نقعد أم شهيد والحمد لله ربك رد لي الأمنية اللي أنا نبيها ونبي أي أم شهيد ترفع راسها أي أم شهيد ترفع راسها الله ينصركم والله إن شاء الله يطول في عمره وربي يحفظه ويرعاه.